انه كتشوفوا الجامعه كتقوم بهذه الشراكات من اجل تهيئه ومداخل مدينه نجده، وبالشراكه هذه غادي ندعموا البنيه التحتيه ونديروا واحد التحسين ديال الجامعه ديال داخل المدينه، وكذلك غادي نهضروا التنوي المحلي، وكذلك اصلاح الفروض والارصفه، ونقويوا الاماره كذلك، ونديروا واحد الاشياء تشغيل عمودي وركبي. غير هذا التساؤل ديالي لو كان اخوان السيدات والسادات الاعضاء ديال هذا المجلس من قبل دخل كانت شافيه وكافيه، انا تمنيت لو جبتوا لنا واحد البطاقه هذه تقنيه والاخوان يشوفوا واش راهي بعدا هما ما عليه كما كتصور فين حتى السكينه تاع الكامبوس وخذوا لي ماركات وقلقوا في الباب ديال على شي نهايه يا ابو الراب وتحكم دعايا. انا التساؤل ديالي احنا ملي دخلنا لهذا المجلس الموقع وحنا كنصرفوا على الشراكات، فين هما الشراكات اللي صدقنا عليهم من قبل؟ واش من اجل تحصيل حاصل ونرميوهم في الركود؟ شحال من هاد الساكنه دابا احنا كاعضاء راح نخرجوا لهم ورحنا كنشرفوا لهم وكنقول لهم هاد الاخوان ما تنكذبوا علينا وحنا كنكذبوا عليكم. انا ما يمكنليش تبقى تجيب لي شراكات وانت ما تقوم ما عندكش حتى لا تصبر. ما تعاودوش هاد الاخوان الساده والسيد الرئيس تاع المجلس البلدي اللي تعرف لك الشراكه تجيب راسها تجيب سينيرا. واش عندك شي التزامات ماليه؟ ابدا ما عندكش. انت تبارك دير العصا في الروينه لهاد المدينه هذه وغادي نقول لك علاش. مي غادي تجي شراكه وجميع المتدخلين يعطوا لي كوتيزاسيون ديالهم والناس ديال السكن ديال وجده كتفرح كتقول نعم سيدي اوي، ومين يجيو يصيفط لك رساله ويقول لك اعطيني الفلوس ديالي وانت ديفيسيتير في الميزانيه هي ترك دير العصا لهاد السكن ديال المدينه ديال وجده. انا في الاول سيدي انا ما عنديش الفلوس نعيش معاك المسكين نشتغل شويه والله يجازيكم. عاد الشراكه هذه اللي فيها دابا هذه الايديه دابا ديال المداخل فيها جهه ما شاء الله عندها فلوس فيها وزارة الداخلية ما شاء الله وزارة الداخلية السيد الرئيس ياك ما عرفتش من الاخر ديالك لا غتكون صبر معايا لقاش انا كنهضر في الجيب كنهضر في المعقول ما عنديش سوا. وزارة الداخلية ما شاء الله احترم زيرنا السيد الباشا المحترم هنا والسلطة وكلشي عاد سيدي رسالة فهم ونعرفوا اللي غادي يعاونونا ونقدروا نجيبوا لنا الفلوس كيما جابوا في الكرة الماية اللي خديتوا 4 مليار و800 من الجزء الثاني و5 مليار الجزء الاول اللي ما بحقكمش باش الميزانية تضبط ليكم. ولو كان صبت لكم على الميزانية كنتوا ديال دايرة حرب. ما تجيبوا الناس بحال هاد الشراكات وانتم مصاري هاد البلدية بحال شي واحد مشى يخطب شي مرة وقالوا له واش مكدب؟ كنقول لهم خويا خدام. عباد الله قول لهم حنا ما عندناش الفلوس. دخلنا عليكم الله، مين غادي تجيبوا لهم هاد الشرايط؟ ما تبقاوش تكذبوا هاد السكينة، نوضوا صرفوا السكينة ديال وجهة حنا ما عندناش الفلوس، إلا بغيتوا تحلوا صفحة بيضاء، خدموا معانا. جلسوا معانا وهضروا، راه ما عندكمش ريال صفر. علاش انا غادي نبلوكي هاد المداخل؟ راه وكلنا عليك الله السيد الرئيس. إلا هاد المداخل ما تصاوبوش، أنتم ما صبرتوا. الوزارة ديال الداخلية عندها حسن النية، الجهة عندها حسن النية، وزارة التجهيز اللي جات من السيد الرئيس عندها حسن النية. خليوها غير هاد الثلاثة، علاش أنا ندخل معاهم؟ علاش؟ بس أنا ندير لي تيكيت اللي تراني مشات، وأنت ما عندكش الثانية. تاخذ الله في هذه المدينه الله يخليكم، راه ما عندكمش الفلوس باش غادي تعاونوا، وناتيك راه عندي لا بروف، كذبتوا علينا وجبتوا لنا هنايا وجبتوا لنا شراكه نتاع الاداره العنوان ديالها نتاع برنامج الاداره العموميه المستدامه وفق مبادئ النجاح. مواطن يطلب لنا لمبه وحده وتعرفوا السيرفيس تكنيك اللي عندي الله ينور ما توصلك ديك اللمبه حتى هذاك حتى تبقى تهضم ذاك المواطن. وملي جبنا لنا هذا المشروع صفقنا له وهذا المشروع هذا الى دابا السيد الرئيس تقدر تجيب لنا 6 مليار طلب لك مليار ونص في 2024 تاع الميزانيه ما عندكش 14 سنين حتى ما نصفى دار لنا بسيش وسيني كونفونسيون 100 سنين كونفونسيون من جهه هذيك الشراكه اللي دوزناها الناس الاماره العموميه فرحنا وقيل الساكين نجيو عندهم نقول لهم شوف
راح نوصل هنا راح ماشي على القنوشيه راح نجيها لما كنا نوصل على البلديه و 13 مليار ولا حنا نديرو 6 جاري كسلا حنا كنا حضروا وسنا اتفاقيه وكنقولوا ما غاديش تنكر المشاكل في الاداره ديال وجده وانا كعبد الرحيم صاحب الجماعه كتبت على السفينه ونطلب منكم السماح الساكنه ديال وجده على الاداره اللي كنت كنتصور رئيس الجهه صيفط لكم مراسله عليا اللي كان خاص عليكم ديروا واحد التقرير الاخباري ماشي التقرير الاخباري ديالك السي الرئيس اللي تجي تقول لي انا دوزت مع القنصليه ديال فرنسا نصفر لك لانك تقول لي تلاقيت مع ايش تلاقيت مع ايش اجي لي التقرير الاخباري جبني واش درتي في الصباقات التقرير الاخباري جبني هذه الرساله السيده في الصاله الاعضاء هذه الاتفاقيه اللي درناها ها هي الرساله جات لو 29 ديسمبر 2023 كيطلبوا من الجماعه افون لو 15 جانفيي هذا المشروع اللي سكنا عليه وفرضنا عليه السكينه باش يعطيو لاكوتيزاسيون يجاوبونا الى عطاوهم فلوس افون لو 15 سير المشروع مشى لنا انا هذا المشروع تاع السي الرئيس تاعنا داخل ديال المدينه انا معكم صاحبي اللي هي الجوار من جيبها والله حتى صفو تبيس وصفو يكشري ونبقى هنا نشرحو شكرا.